Assalamu alaikum les chers fans de la page Facebook et la chaîne YouTube Une Pause Gourmande avec Asma. اليوم ان شاء الله ديريكسيون لاند حين نسافر مع بعض الى الهند بوصفة اكثر من رائعة واللي هي برياني. اليوم ان شاء الله خير لكم برياني بالخضار، نتمنى انكم تتبعوا الطريقة وتجربوها وتنجحوا فيها، يعني نأكد لكم انها الوصفة التقليدية 100%. اولا حين نبداو بتقديم المقادير، وهي مقادير كتير سهله. انا هنا عندي مجموعه من الخضار، خديت الجزر، خديت البطاطا، وخديت لي شوفلور، قطعتهم يعني كبار بهذا الشكل. من بعد خديت تانيك جلبانه، هنا عندي الجلبانه انا تاعي كونجولي. خديت البصل اللي كنت قليته، يعني حين تبعوا معايا من بعد كيفاش يعني حنتحصل على هذا البصل. هذا البصل حين نستعمله في الزينه راح يعطي حلاوة البرياني تاعنا ويجي كتير رائع. خديت كمية لبس بها من النعناع اللي كنت قطعته، كمية لبس بها من الحشيش، وزوج حبات يعني حار صغار، هذاك الحار الهندي، وانتم ما استعملوا الحار اللي كان عندكم ومتوفر عندكم في البيت. خديت 5 سنينات توم سكرفشتهم مع قطعة متوسطة تاع الزنجبيل الطازج لو جينجوم، يعني قطعة بهذا الشكل قشرتها وسكرفشتها مع الثوم. هذا يعني حناخد ملعقة صغيرة من الكمون حب. خديت مجموعة من التوابل الكاملة، انا هنا عندي ورق الرند يعني ورق الغار، عندي قرفة عود، عندي قرنفل كلو جيرانف، عندي الهيل ولا الكاردموم، وعندي يعني هذيك يعني الورقة. هنا عندي مجموعة من التوابل، عندي ملعقة صغيرة من الكركم، عندي ملعقة صغيرة من الكمون، زوج معالق من الكسبر، عندي يعني شوية من هذا خليط توابل برياني، يعني ما راهوش لازم يعني يكون عندكم فاكولتاتيف. وعندي تانيك الأرز، الرز تاعي رز بسمتي أكيد، كنت شللته وخليته يعني في الماء مدة 30 دقيقة، من بعد نصفيه ونحتفظ به. أنا هاوليك البصل تاعي، خدي زوج حبات بصل كبار قطعتهم يعني بالطول دي لامال، من بعد رشيت عليهم شوية تاع الملح مع ملعقة كبيرة من المايزينا وقليتهم بهذا الشكل في الزيت، يعني في الزيت تكون يعني ان بان دويل يعني زيت بزاف، ونقعد نحرك فيهم حتى نتحصل على هذا اللون الذهبي. من بعد نحتفظ به على جنب، يعني شتو ضفت المايزينا، يعني المايزينا هي اللي راح تعطي القرمشه وراح تنشف لنا هذاك البصل تاعنا. من بعد نبداو بتحضير البرياني، درت كميه لاباس بها من الزيت، ضفت لها التوابل الكامله اللي هما الرند، عود القرفه، القرنفل، والهيل، وهذيك الورقه يعني والله ما نعرف اسمها بالعربي، يعني الميس، يعني ما راهيش ضروريه. من بعد ضفت ملعقه صغيره من حب ولا كمون حب، خلطتهم مع بعض لعدة ثواني يعني شوية برك حتى يتلقوا الريحة تاعهم في هذيك الزيت. من بعد مباشرة نضيفوا خليط الزنجبيل والثوم اللي كنا سكرفجناهم كثير رقاق، يعني نحركوهم تاني في بضع ثواني، نضيفوا مباشرة فوقهم هذوك الخضار اللي قطعتهم كبار بهذا الشكل. يعني في هذه المرحلة بالك ويتحرق لكم الثوم تاعكم، لأنه الثوم إذا انحرق راح يعطي مرارة للطبق تاعنا. أنا نقصت النار، ويعني اكيد نضيف رشه تاع الملح، نقصت النار وقعدت ساعه ساعه نخلط هذوك الخضار تاعي حتى شفتهم تحمروا وخداو لون جميل وبداو يطيبوا، يعني على نار قليله. وانتم تخلطوا فيهم راح يتلقوا شويه تاع الماء، ما تضيفوا لهمش كامل الماء، يعني ما تخافوش ما حيش يلصقوا، سيسوهم برك. يعني سر البنه تاع الاكل الهندي انهم ما يضيفوش كامل الماء في الاطباق تاعهم. كي جات يعني الخضار تاعي بداو يطيبوا، ضفت لهم زوج معالق كبار من الياغورت الطبيعي، ضفت لهم الحار اللي هو اختياري، يعني رشه من الكزبره ورشه من النعناع، وضفت لهم هذيك الجلبانه كونجولي. من بعد نضيف كامل التوابل اللي كنت وجدتهم من قبل، ولا حين تصيبوهم يعني في الوصفة، وحين تصيبوهم يعني في الوصفة في بداية الفيديو، يعني خلطهم ونقعد يعني نغطي عليهم، وساعة ساعة نفاقد، يعني كل 5 دقائق نفاقد النجرة تاعي، نشوف الخضرة تاعي طابت ولا ما طابتش، يعني راح تطيب صدقوني كيما راح تشوفوا بهذا الشكل. يعني زرودية يعني هي اللي راح تاخذ وقت باش تطيب، وراهي طابت، يعني بطاطا طابت، زرودية طابت، وما ضفتش كاع الماء وخليتهم على نار قليلة، وساعة ساعة نحرك باش ما تلصقليش. نخلي هذا الخليط تاعي على جنب ونوجد الارز تاعي. كيما شفتوا قلت لكم استعملت رز بسمتي، كنت شمخته لمده 30 دقيقه من بعد صفيته، ودرت كميه لاباس بها من الماء تغلي، ضفت لها شويه تاع الزيت، وضفت لها كمون حب،
الملح اكيد يعني ضيفوا كميه لا باس بها من الملح باش الرز تاعكم ما يجيش مسوس، لان الرز اذا جا مسوس يعني هو اصل برياني وما راحش يجي بنين. ضفت الرز تاعي ونطيبه، يعني الارز يعني اللي عندي انا يطيب في 5 دقائق، يعني نطيبوه بنسبه 70%، ما طيبوش الرز تاعكم كومبليتوم لانه راح يزيد يطيب. يعني من بعد فوق الخليط تاعنا يعني كي نديرو البرياني نطيبوه بنسبة 70% برك، نصفيوه ونخليوه يقطر ما نشلوهش كامل، ولازم أرز بسمتي. وانتوما يعني تبعوا الرز تاعكم بسمتي، يعني خدوا حبة دوقوها كي تشوفوها كيما نقولوا احنا مازالها يابسة شوية في فمكم، صفوه وخلوه يقطر وما تشلوهش. أنا عاودت وليت لهذيك الخضرة تاعي، ضفت لها 2 معالق إلى 3 تاع الياغورت طبيعي، خلطتها مليح. من بعد نحتفظ بنصف هذه الكمية، يعني النصف الآخر نخليه في القاع تاع النجرة اللي عندي. ويعني نصيحة من عندي، استعملوا نجرة كبيرة، يعني أنا هاد النجرة شريتها برك البرياني، لأنه يعني نحضره كتير وكيف يعني عدة أنواع من البرياني، برياني اللحم، برياني الدجاج، وصدقوني وصفة رائعة. يعني كما نقولوا جافي لا شونس، كانت عندي صديقة هندية علمت لي كتير من الوصفات الهندية، ونتمنى انه يعني تجربوهم وكما نقولوا تعلموا الوصفات. انا كيما شفتوا النصف الثاني احتفظت به، والنصف الاول خليته في الطنجره، ضفت له شويه من هذاك البصل اللي كنت قليته، وضفت له شويه من خليط النعناع والكزبره اللي كانوا عندي على جنب. يعني نبسط هذاك الارز تاعي بهذه الطريقه، يعني نصف كميه الارز، يعني ما يعني كيما نقولوا احنا ما تعبزوش عليه، يعني يعني ارميوه برك باش ما يتفتت لكمش وما يتكسرش. من بعد نضيف النصف الثاني من الخضر اللي كنت احتفظت بيهم، نزيدو شويه تاع البصل، نزيدو شويه تاع خليط النعناع والكزبره ولا الحشيش، حشيش مقطفه، ونكملو نغطيوهم بالرز اللي قعد. وصفه رائعه، يعني كيما شفتوا تطلب شويه خطوات، يعني تطلب يعني بريباراسيون ماشي خطوات، يعني كيكون عندكم كلش واجد. من بعد يعني طيابها سهل ويعني غابيد، ما ياخذش بزاف الوقت. من بعد نكمل بواش بقالي من هذاك البصل اللي كنت قليته، ونكملوا واش تبقالنا من الحشيش والنعناع اللي كنا قطعناه وخلينا من قبل. ويعني باش الرز تاعنا يجي مفتفت كيما نقولوا حنا ويطيب على حبه، يعني من الفوق نديروا شويه تاع السمن ولا شويه تاع الزبده، يعني باستعمال المغرفه برك، يعني نديرو ما يعادل المغرفه كبيره، يعني ما تكتروش بزاف باش ما يجيكمش ميدم، لكن نسيي نرمي عليه يعني شويه برك. واللي يحب يزيد له يعني كولون في هذه المرحله يقدر يدير شويه كولون احمر في شويه حليب ويضيفه، يعني بهذا الشكل راح الرز تاعو يطيب الوان. كيما شفتوا خديت لقطه كنت درت فيها يعني اون سيرفيات بروبر وخليتها طابت لمده 15 دقيقه على نار قليله. من بعد طفيت النار وخليتها بلقطة تاعها لمدة 15 دقيقة واحدة أخرى. من بعد حليتها بهذا الشكل وخليتها ارتاحت لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ويعني حليتها بالعقل برك وقدمتها لكم في صحن التقديم. يعني كيما راكم تشوفوا الرز تاعي طايب بنين صحي في نفس الوقت، يعني راح نتغيروا شوية من الأكلات التقليدية الجزائرية، راح نتغيروا شوية من اللحم يعني اللي ناكلوه ولا الدجاج، يعني كيما احنا معروفين في الجزائر يعني ما عندناش اطباق بدون لحم ولا دجاج. نتمنى تجربوا هذه الوصفه، تبعوها بان سالاد فيرت، ويعني تناولوها مع الاحباء تاعكم وتستمتعوا بها. وانا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى الملتقى ان شاء الله. دعواتكم، شكرا.